مرحبا بكم من جديد. إذا نواصل مع تصريحات رئيس الدولة، باش نخليكم النقاش فرد المرة، لأنه العديد من المسائل اللي حكي عليها الرئيس. يقول مثلا أحدهم شغل منصبا في مؤسسة عمومية تحصل على شهادة مدرسية سنة 83، في حين أنه المدرسة أنشئت سنة 93. المفسدين الذين يتبكون اليوم، هذا الذي يتولى أو كان يتولى إلى زمن قريب إدارة في أحدى المؤسسات والمنشآت العمومية بشهادة مدرسية تحصل عليها سنة 83 وتسعمائة وألف، في حين أن المدرسة لم يتم إنشاؤها إلا سنة 93. هل نحن في حاجة إلى اختبار شهادة مزورة وليست الوحيدة؟ شهادة مزورة وليست الوحيدة، هذه جملة من المعطيات اللي قدمها رئيس الدولة بحضور وزيرتي العدل والمالية البارح. خلينا نرجع، لأن السؤال برشا دار حول من يقصد رئيس الدولة، لأنه أعطاه معطيات على ملفات بعينها، على أشخاص بعينها، بالأرقام على ما يبدو قدامه تقارير، لكن أكيد ما ذكرش الأسماء. ذكر صاحب وسيلة إعلامية يقول يستعمل مأجورين للتشويش على المسار، أحدهم شغل منصبا في مؤسسة عمومية تحصل على شهادة مدرسية يعني في عام 83، في حين أنه المدرسة في عام 93. يحكي على من يرتبون الانتخابات جامعة كرة القدم، في حين أنه البعض تتعلق بهم العديد من الديون، وديونهم يقول بالمليارات. يعني أعطى برشا إشارات رئيس الدولة. مروان، شنو اللي فهم؟ هو ساعة كنت نحبذ وأنه يتم نوع من التفرقة. ساعة رئيس الجمهورية حكى على عدد من الحالات بدون ما يعطي الأسماء بطبيعة الحال، ولكن نعتبر اللي فما فرق شاسع بين مثلا الحالة اللي حكى عليها متاع الشخص أو السيدة اللي عند أخذت شهادة خلاص بينما هي ما خلصتش، وهذا حاجة مختلفة تماما من وضعية رجل أعمال أو صاحب أعمال عنده ديون معينة في بنك معين وقاعد يخلص فيهم، وإلا لقى طريقة متاع مفاهمة مع البنك المعني. هذا ساعة وجب التفرقة بين ما هو قانوني وما هو غير قانوني. كي يتحطوا الكل في نفس الخطاب تنجم تعطي رسائل غير موفقة في المسائل هذه. من ناحية أخرى مرة نقعد نعاودوها الملاحظة هذه، هو أنه راه فما فرق بين محاربة المفسدين وبين محاربة الفساد. أنا كي نشوف رئيس الجمهورية في عدد من المناسبات حكي على البنوك وحكي على البنوك العمومية، نستغرب كيفاش توا ما تحكيش أو على الأقل ما صارش عمل على لجان إسناد القروض في هذه البنوك. خاطر ما يسمى بالفساد وما يسمى بأنه فلان خذا قرض بينما هو ما عندوش ضمان أو خذا قرض بالمحاباة، ويحضر يتعمل في المستوى هذايا، ويتعمل أيضا لأنه القوانين تسمح بذلك. فالكلام اللي حكيناه في عدد من المناسبات حول مسألة الرخص، حول مسألة الاقتصاد الريعي، نلقاوه في المسائل هذه. داكوردو تاو النجم نحلوا السيدة ليلى جفال تكلف النيابة العمومية تحل تحقيق في فلان وفلتان، ولكن مدام النظام هو بيدو راه باش يعاود يخرج لك ناس اخرين. فلذا نرجعوا لمساله التفرقه بين محاربه الفساد وملاحقه المفسدين. هما صحيح ملاحقه المفسدين لازمه ومحموده من قبل الدوله التونسيه، ولكن دور الدوله اعلى من هذا من ناحيه، وانها ما تخليش ارضيه مناسبه لذلك الفساد تماما. في إشارات أعطى برشا أرقام رياض، خاصة وقت اللي أحكى رئيس الدولة أمام وزيرتي العدل والمالية على الديون المتراكمة بالمليارات للعديدين. أحكى زادة أو اختار أنه يحكي زادة على المسار الانتخابي لجامعة كرة القدم. أحكى على شخصية، مش حتى مؤسسة، شخصية
لديها وسيلة إعلامية حكاها حتى على مسألة هو يقول أو يصف أن هناك تم انتداب شخص ليشوش على المسار ويقول نخوض حربا بلا هوادة ضد المفسدين الذين تسللوا إلى مؤسسات الدولة. بداية فيما يتعلق بالتفريق بين محاربة الفساد وبين محاربة المفسدين السيد رئيس الجمهورية في لقائه مع السيدة وزيرة العدل والسيدة وزيرة المالية استهل الحديث بحديثه عن ضرورة القيام بالثورة التشريعية، وبالتالي هذا يؤكد وعي السيد رئيس الجمهورية اليوم بضرورة مراجعة القوانين ومراجعة التشريعات ومراجعة النصوص التي وضعها اللصوص ومراجعة حتى كراسات الشروط. وفي الكثير من الأحيان كان يتحدث مع الحكومة ومع السيد رئيس الحكومة عن هذه المسألة. فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية ودورها، أعتقد أنه رئيس الجمهورية لم يفشي سرا، معناتها كل التونسيين المتابعين ولو قليلا للشأن العام والمتابعين لوسائل الإعلام فما وسائل الإعلام، وأنا بيدي معناتها كم من مرة كنت هنا نحكي فما العديد من وسائل الإعلام وفما بعض المنابر الإعلامية أصبحت مختصة تقريبا في التشويه، في نشر الأحباط، في نشر الأكاذيب والافتراءات على مدار الساعة. ليس هناك أي توازن، ليس هناك إلا التحامل، إلا التجني، إلا محاولات واضحة لترذيل الخطاب الرسمي وترذيل يعني خطاب السيد رئيس الجمهورية من ضمن هذه المؤسسات الإعلامية. ثم حتى شكون يدير مؤسسة إعلامية من خارج تونس، من خارج تونس وهو تقريبا في حالة فرار. يعني اليوم رئيس الجمهورية لا يفشي سرا، ورئيس الجمهورية لا يتحدث عن أشياء مبهمة لا يعلمها التونسيون. اليوم بالفعل فما عدد، خلينا نقوله، من المؤسسات الإعلامية، ربما السيد رئيس الجمهورية يتحدث عن مؤسسة بعينها، ولكن هناك مؤسسات إعلامية وخلينا نقول خاصة إذاعية امتهنت التشويه، تمتهن الكذب، تمتهن ترويج الإشاعات. وهنا راو لا أقصد ولا أعني النقد، النقد متاح. ما كان مش يكون سؤالي لي الحد الفاصل بين من ما تقول يمتهن التشويش والنقد والسلب والسب وغيره، وبين ممارسة حقه الطبيعي في النقد عن طريق الإعلام، عن طريق إيصال صوت مختلف أو وجهة نظر مختلفة، وتسمى حرية التعبير. هذاك علاش أنا استدركت مليك يجب أن نفرق جيدا، وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية يفرق جيدا بين النقد وبين حرية التعبير المكفولة بنص دستور 25 جويلية، وبين الجرائم التي قد تقترف باسم حرية التعبير. ولو أنه هو يحكي لو على مؤسسة إعلامية على ملك شخص له ملف معين، لا يتحدث حتى عن المؤسسة الإعلامية يعني بعينها أو مما يقال في هذه المؤسسة الإعلامية. فيما يتعلق كذلك بالمسار الانتخابي للجامعة التونسية لكرة القدم، تقريبا معناته أصبح من المؤكد الآن أنه أعضاء المكتب الجامعي الحالي كلهم غير معنيين بالترشح للانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم المزمع انعقادها يوم 9 مارس. ربما هذا ما يحاول البعض الآن أن يستغلوا، بعضهم معناتها في تونس وبعضهم حتى خارج حدود الوطن. فما حتى للمتابعين معناتها للكواليس، فما حتى بعض الأطراف السياسية التي تعلن معاداتها وبكل وضوح للمسار السياسي ولرئيس الجمهورية اليوم، معناتها تحاول الدفع ببعض الوجوه المحسوب عليها لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم. هذاك علاش أنا معناتها منذ أيام كنت نعتبر اللي راهو انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم ليست معناتها مجرد انتخابات عادية، كرة القدم ليست مجرد لعبة، كرة القدم هي مسألة أمن قومي بامتياز. وحكينا حتى على البرنامج اللي من المفروض والأولويات اللي من المفروض تكون على رأس أولويات الناس اللي باش يتقدموا لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم. ولكن أنا واحد من الناس من خلال معناتها متابعتي ومن خلال ما يرشح معناتها في الكواليس، بالفعل هناك بعض الأطراف حتى السياسية وتحديدا حركة النهضة وأخواتها
تحاول الدفع ببعض الوجوه للانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم، فما حتى بعض الشخصيات الأكثر فسادا والأكثر تورطا واللي تقريبا يعرفوها التوانسة والمحسوبين حتى على ما قبل 14 جانفي 2011 يحاولوا يأثروا في انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم. هذا معلوم لا يخفى على أحد، خاصة المتابعين للشأن الرياضي والشأن الكروي في تونس، وبالتالي فما بالفعل ناس تحب تأثر. وهنا راهو زاد لا أعني الناس اللي بطبيعة الحال هي انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم، فما في الأخر جمعيات بين الظفرين الكبيرة والصغيرة هي اللي باش تدلي بدلها وتصوت معناتها للقائمات اللي باش تترشح، ومن الطبيعي أن الجمعيات يكون عندها دور ويكون عندها رأي في القائمات اللي باش تتقدم، ولكن فما ناس من خارج الجمعيات رسميا على الأقل ومن خارج الهياكل الرسمية بعضها متواجد في تونس، وفما حتى ناس خارج حدود الوطن يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أنهم يأثروا في هذه الانتخابات للسيطرة تماما على الجامعة التونسية لكرة القدم، وربما لاستعمالها فيما بعد في أجندات سياسية وحزبية ضيقة تخدم الأطراف السياسية اللي تقف وراها. رئيس الدولة أيضا في نفس الاجتماع مع وزيرتي العدل والمالية يدعو إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم اللي بموجبه تم إنشائها. هذه تقريبا أبرز اللي صرح به رئيس. خليفة، شنو اللي شد انتباهك في الكلام هذا الكل؟ مش قضية شد انتباهي، أنا أعتقد أنها رسائل موجهة إلى أكثر من طرف. صحيح. هذا اللي حبيت نقوله واللي فهمته أنا على كل حال، أن هناك رسائل موجهة لأكثر من طرف. ثم عموم الناس، مواطنين كيف نحن، الشعب الكريم، الزواولة، الناس العاديين يشوفوا الدنيا بالمليارات، وشوفوا التعامل بالمكالين. قبل الأستاذ مروان يقول القروض بدون ضمانات وغير، إيه ثم نستق قروض بدون ضمانات، ثم نستق ويشرى مروان، وثم ناس كان تو يفوت عليك انت وانا عشناها، معناها في قرض الدار كان غيب 3 أشهر ما خلصش، توجيني عاد المنف يقول ياقف ستوب يا سيد يضرب 61 مليار. صحيح. في مو هذا الشعب اللي هاك علاش رساله موافقه. فبالتالي المشكله نتاعها بالنسبه لقيس سعيد هي رساله موافقه، الشعب هذاك الحكايه ما يحبهاش، ويقول لك انا حكيت معك انت ناحيه الرساله متفاهمين، وبالتالي هي المشكله نتاعها حكم. يعني هذا واقع موجود، ثم مكاين متعدد تعامل مع الناس والبنوك وغيرها، وخاصة يتعلق الأمر ببنك عمومي تيما موجود. شكون من الناس هذوم يعرفوا رواح تيلواش تقول يسأل فيه ونسأل فيه اليوم واحد قال لي بلي شكون أنا شكون تيونو يعرفوا رواح مهم. ولكن الرسالة وين لهؤلاء؟ أو لأنه على خطر رسالة لهؤلاء الناس اللي ذكرهم واللي هما وراهم لستات أخرى مش كان هذوم، هذه عينة، أنه الوزيرة مطالبة بالتسريع بلجنة صلح، ووزيرة العدل مطالبة بالتسريح بالملفات، يحكي معاه هما زاد، مش كان معنا احنا قاعدين نتابعوا، زاد هي ما هي رسالة ليهم، عجل بملفاتك، عجل بلجنة الصلح، هاو قدامهم الدوسيات، ما هم جايين غادي ماشيين هك، تي واضحة توا، هما واحد ما يحبش يفهم، ما نعرفش، أما هي واضحة رسائل رئيس الجمهورية في اعتقادي، لكل واحد رسالته، لأن احنا نعيشوا بالوضعية هذيك وبالنهب الأموال و و و وكذا، ولكن لهؤلاء ما ثماش تراجع عن هذا المسار، أنا هكا نفهمه رئيس الجمهورية. ما ثماش حكايه الصلح الجزائي، هذه واضحه قضيه ما فيهاش تراجع، ومعتبر انه اذا ما مشاوش للصلح مش يمشيو للقضاء. الدليل يقولك عندي انا الملفات، تو هذا في الملفات، ونعرفوا احنا شكون اللي اولى به تحقيق العداله بينما حكى هو على ملفه هذا، من بعد ذاك القضاء هو سيد الفصل، انا ما ندخلش في التفاصيل نتهم حد، وهذا مبدا عندي اخلاق، ولكن نعرف واللي الشهاده مضروبه وغيرها هي نعرفوها اخي، تو يمكن مواطن عادي ما يعرفش، ولكن ان يتساءل المتابعين للشأن العام والرأي العام ما نعتقدش، واضحة الرسالة فيش. ومن الخير فعلا لم يذكر الأسماء، لأن الناس ما زالت ديما أبرياء إلى أن يحسم القانون أمره، ضد ذكر أسماء، وقعت مرات أخطاء ولمح مباشر الناس وانتقدت ناس، هكذا إجراء معقول؟ تقول يعني عندي مشاكل في البنوك العمومية وقروض مستخلصة ومش مستخلصة، وأنا تهرب وعندي ملفات وشايد مضروبة وغير، هذا معقول؟ لكن هذا جزء وغيظ من فيض تعيش البلاد زادا موجود هذا، وإلى متى؟ فما على سيد رئيس الجمهورية كذا كان يستحث وزراءه والإدارة اللي هي تحت إشرافه للتسريع بحل هذه المعضلات، خطر طول العملية وطول حسم هذه الملفات في علاقة بالصلح، في علاقة بالتقاضي، في علاقة في علاقة، ما هو ما يخدمش البلاد، لأنه الاقتصاد وقت، الهدوء يعني والسلم الاجتماعي وقت،
معقول ترى هكذا قضايا، لكن يلزم التسريع. هذه مهمة الحكومة، مهمة السيد الوزراء، مهمة السيدة وزيرة المالية، وزيرة العدل، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد وغيرها، للحسم في هكذا ملفات اللي هي تبين عدد كبير. أنا شو نقول حسب المتابعة، كل وين يتحرك رئيس الجمهورية ستتحرك الملفات، ربما في قادم الأيام سنجد تحقيقات أو أبحاث أو إيقافات أو معناها من هذا القبيل. بما في ذلك رسالة في اتجاه الجامعة التونسية لكرة القدم، ما هو تبعي الرئيس يعرف، يعرف ثم ناس متنعبين بالمال العام، وثم ناس عندهم مشاكل مالية وعندهم خلاصات في علاقة بالدولة، أبو يترشحوا ولا متدخلين في عملية ترشح ولا كيفاش معناها إتقالت العملية. يعني الملفات موجودة وقاعدين يغزروا لها، ما اعتقدش انه نحن كاننا في غفله من امر يا حبيبي. فيما يتعلق الملف عندي، فيما يتعلق بالجامعه التونسيه لكره القدم، انا نحكي لك حتى على ناس متواجدين خارج تونس في عدد من الدول الاوروبيه والعربيه يحاولوا التاثير على مسار الانتخابات صلب الجامعه التونسيه لكره القدم. فما احد النواب متواجد في الخارج هو الان في البرلمان المنحل، هبط البارح تدوينه يحكي على انه باش يدفعوا بقائمه، وهذا النائب معناتها معروف بعدائه الشديد لرئيس الدوله ولمسار 25 جويليه، وبالتالي هناك نيه من قبل بعض الاطراف وتحديدا حركه النهضه واخواتها للسيطره تماما على الجامعه التونسيه لكره القدم، ومن ثم توظيفها ضد الدوله وضد السلطه السياسيه القائمه. ثم حتى ناس اليوم تحب تاثر على الـ 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 الانتخابات كانوا قراب جدا من بن علي، نحكي لك على فتره ما قبل 14 جانفي 2011، وفما حتى شكون شغل منصبا معينا في حكومه الترويكا بعد 2011، وفما حتى من تم اقتراحه حتى في حكومات اخرى لم تحظى يعني بالمرور ولم تحظى بالتزكيه قبل بطبيعه الحال 25 جويليه 2021. وبالتالي المتابعين للشان الرياضي والكروي عموما في تونس يعرفوا اللي راهو فما ناس اليوم يحبوا يستغلوا انسحاب المكتب الحالي واعلانهم عدم الترشح، وحسنا فعلوا لانه فما راي عام زاد يلزم نحترموه ويلزم نقدروه، خاصه بعد الانسحاب المبكر الاخير من كاس افريقيا للامم. ولكن فما ناس استغلوا واللي يحبوا يستغلوا فراغ معين للسيطره على الجامعه التونسيه لكره القدم، ومن ثم توظيفها ضد الدوله وضد ربما مؤسسات الدوله، وهذا بالنسبه لي انا ثابت، لكن من غير ما ندخلوا في الاسماء. فيما يتعلق بالملفات التي اثارها السيد رئيس الجمهوريه فيما يتعلق بالقروض، راهو فما ربما هو ما حكاش على بطبيعه الحال، مش باش يحكي على كل الملفات، ولكن راهو فما من خلال معناتها بعض العلاقات فما معناتها راهو الارقام صادمه اكثر من ذلك بكثير. راهو نحكيو على جروب واحد مدين للبنوك بحوالي 2000 مليار 2000 مش 25 و30 و6 مليار، مدين بحوالي 2000 مليار، منهم تقريبا 700 مليار في بنك عمومي. نحكيه على شخص آخر 300 مليار، نحكيه على شخص آخر 600 مليار وبنوك عمومية بدون خلاص دون خلاص شيء. هذا هو الوقت اللي قلناه، وهذا تقريبا من أبرز النقاط اللي حكاها عليها. نجم زاد نحكيه على المؤسسات العمومية اللي حتى هي عندها كريدي كبير برشا في لدى البنوك العموميه. ولكن تعقيبا على الكلام اللي قلته انت سي خليفه، انا معاك في اللي قلته كله، ولكن هذا اللي نعاودوا فيه من 2019 باش سيدي نقولوا من 2021، هذا هو اللي قاعدين نعاودوا في نفس المسائل. معناته ممكن رئيس الجمهوريه ياخذ امثله نجم تكون معبره على فساد ما، ولكن قعدنا في المرحله نتاع يجب التسريع ويجب كذا، ونجيبوا الوزراء المعنيين ومن فضلكم تفضلوا ومن فضلكم اخذوا ومن فضلكم كذا. اي يلزم ياخذوا، اي ما نجموش كيما قلت انت الاقتصاد وقت ما نجموش نقعدوا في نفس المرحله لمده سنوات. هذه اللي هي متورطه على فرض انها متورطه في مال عام وسلم وما استرجعش او بدون ضمانات او ما نعرفش كيفاش، على فرض ما شفناش زاد هذوما وقعت مساءلتهم التحقيق معهم، خاطر جرت العاده صحيح ماهوش كيما باش يعامل شخصك ولا شخصي ولا رياض ولا غيره باش ياخذ قرض نتاع سكن ولا سياره وغيره كيما مؤسسات ماليه متشابكه، المسائل هذه ومعقده والتعاملات تقتضي اجراءات زاده خاصه وغيره. احنا ما قلناش نفس الوضعيه، ولكن المواطن كي يغزر يغيظوا
يعيش نوع من الاحتقان، نوع من الغبن، هناك تعامل بغير مقاييس، تقولي انت مفلسه ولا الشركه ما عندهاش ولا هذا مش مخلص ضرائب ولا هذا مش مخلص سينسيس ولا هذا ما عنديش فلوس، هاك عندك هاي عندك المليارات يقول لك خذيتها وما خلصتهاش وما رجعتهاش ونمشي. الى متى سيظل الاقتصاد بهكذا كيفيه؟ مولينا ازاء نوعين من رجال الاعمال، هناك رجال اعمال يراكمون الثروه والعمل وقوت العمل، وهناك رجال اعمال سنساره في البلاد، ما هوش ليها الاعمال اللي يعملوا فيها زاد. ما هذا موجود في بلادنا، الدولة مسؤوليتها، رئيس الجمهورية مسؤوليته، مش أنا نحكم ولا أنت ولا غيرك. مبربي كلمة على الصلح ولازم اللي يوجه للوزراء، ولازم الحكومة تشتغل كما ينبغي، سينو مش نقعدوا نهار كامل نحتطب ونتصارع ونختلف ونكشف بعضنا بعض ونتشمتوا في بعضنا ونرميوا في بعضنا وما يتحسن شيء. علاش قلت كلام أنا في اعتقادي زاد موجه للسادة الوزراء للحكومة نفسها. أما فيما يتعلق بالصلح الجزائي كذلك، السيد رئيس الجمهورية أكد البارح على ضرورة التعجيل بتعيين اللجنة، وأتمنى بالفعل أنه كل المعنيين، كل الأشخاص المعنيين بالصلح الجزائي أن ينخرطوا في هذا المسار، لأنه الهدف ليس التشفي فيهم بقدر ما هو استرجاع أو ضرورة استرجاع الأموال التي تم معناتها أخذها دون وجه حق، من أجل أنه عائدات الصلح الجزائي تمشي للمناطق المهمشة وتمشي للمناطق الفقيرة والمحرومة، وبالتالي يجب على كل المعنيين وعلى الأشخاص المعنيين بالصلح الجزائي أن ينخرطوا في هذا المسار، يرجعوا الفلوس ويربحوا حريتهم ويخدموا على رواحهم ربعين. النائب بالبرلمان نزار الصديق يعلن أنه تم تقديم مبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد، حكي على العديد من التفاصيل، شفنا حتى بعض عناوين أو فصول هذه المبادرة المتعلقة بالعفو العام في قضايا شيكات دون رصيد، حاولنا نلخصها لكم في هذا التقرير لبدر جنوبي. تستعد كتلة صوت الجمهورية بمجلس نواب الشعب إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بعفو عام حول الشيكات بدون رصيد. وتعد مسألة الشيكات بدون رصيد قضية اجتماعية واقتصادية شائكة، تشير بعض المعطيات أن المعنيين بالمادة 411 من المجلة التجارية يعد بمئات الآلاف، حيث تقول أرقام الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن 450 ألف تونسي مفتش عنهم في قضايا الشيكات بدون رصيد، أكثر من 10,000 منهم غادروا البلاد، ويبلغ عدد القابعين في السجن بسبب هذه القضايا أكثر من 7,000 متقاضي يتراوح أعمارهم بين 23 و73 عام. لذلك تعد هذه المبادرة الشخصية التي يعدها النائب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق في غاية الأهمية، ونادى بها جزء كبير من المجتمع، إضافة إلى حديث رئيس الجمهورية عنها منذ فترة. مسألة الشيكات بدون رصيد، وكنت دعوت إلى أعداد مشروع يتعلق بوضع حد لهذه الوضعيات، ولا بد من التوصل إلى حل في هذا المجال. تتكون هذه المبادرة من 3 فصول، أولها يشير إلى انتفاع كل من أصدر شيك بدون رصيد في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 1 جانفي 2024، ويشير الفصل الثاني إلى عدم مس العفو العام بحقوق المستفيد من الشيك، ويشمل مصاريف الإعلام ولا يشمل المصاريف القضائية. وتكلف هذه المبادرة كل من وزير العدل ووزير الداخلية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة من أسباب شرحها هي وضعيات عديد المؤسسات الصغرى المتضررة من الأزمات الاقتصادية المتتالية. حول نفس الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف نزار الصديق النائب بمجلس نواب الشعب. مساء النور سيد نائب، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، مساء الخير أخت ملاك، ومساء الخير لضيوفك والكافة مشاهدي قناة التاسعة. سؤال شكلي نطرحه عليك، لماذا هذه المبادرة أو القيام بها اللي تتعلق بالعفو العام في نفس الوقت، وقت اللي احنا ننتظر أيضا تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية؟ هل هذا يعوض ذاك أم هذا في انتظار ربما التقدم في مسألة تنقيح الفصل 411؟ اي اخت
بلاك كان تسمح لي نشير لأنه المبادرة هذه تأتي استجابة للرسائل والأفكار اللي كانت وجه بها السيد الرئيس الجمهورية عدد المرات فيما يخص شريحة كبيرة من الشعب التونسي اللي معنيين بقضايا السكوك بدون رصيد وضرورة القيام بثورة تشريعية حقيقية باش نحققوا إقلاع اقتصادي. اثنين، نحن نستناو في مشاريع قوانين من الحكومة اللي هي بالطبع ذات أولوية وقاعدين نشتغلوا على المشاريع اللي وردت علينا في المجلس، لكن زاد لازمنا نكونوا كنواب ننتجوا افكار ومبادرات تشريعيه تكمل وتتناغم مع مجهودات السلطه التنفيذيه باش يكون المجهود مشترك ونتمكنوا من انقاذ بلادنا من الوضع الاقتصادي الصعيب. بالنسبه للمبادره هذه ما تعوضش معناها التنقيحات اللي ننتظروا فيها بخصوص الفصل 411 من المجله التجاريه، اما المبادره هذه تكمل والا تهيئ الاجواء للفصل 411. دونك راهي ما تتنقلش معها المبادره هذه، بالعكس هي يلزمها تكون سابقه للفصل 411 باش وقت اللي جينا تنقيحات المجله التجاريه معناها يتم تطبيقها معنا على قاعده صحيحه ونكونوا فضينا الاشكاليات الموجوده والعالقه. السيد النائب، مقترح العفو هذا يشمل اي قضايا او على الاقل من ناحيه التاريخ؟ هو يشمل القضايا الكل نتاع الشيكات بدون رصيد، ولكن اللي قبل تاريخ 1 جانفي 2024. علاش؟ على خاطر لكن نعملوه في المطلق العفو العام، الناس باش تستغل الوضع وتولي تسيب الناس كل في الشيكات. هذاك علاش حددناه بتاريخ قبل 1 جانفي 2024 باعتبار انه يهم المعضله هذه معناها زادت في السنوات الفارطه، معناها في العشر سنوات ولا في ال 11 سنه الفارطه باعتبار معناها الوضع السياسي الغير مستقر والحرب العالميه اللي صارت وكذلك الجائحه نتاع كورونا. السؤال الذي يطرح أيضا السيد النائب، هل أنه مقترح أو المبادرة التشريعية هذه تضمن عدم المساس بحق الغير، خاصة وقت نحكيه على المستفيدين من هذه الشيكات؟ أخت ملاك، أنا لا أعتبر المستفيد مستفيدا باعتبار أنه ما عنده حتى استفادة إذا كان الطرف المقابل موجود في الحبس وإلا ريشيرشي وإلا هاب. هذه أول حاجة. اثنين، رو التتبع المدني رو أفضل من التتبع الجزائي بالنسبة للسيد المستفيد. شنو هو الاستفادة إذا كان الطرف المقابل في الحبس؟ شنو هو الاستفادة؟ هو ضرر فادح للمستفيد وللدولة اللي خاطر العباد قاعدين نصرفوا عليها فلوس نحن في الحبس. واضح. شكرا لك نزار الصديق النائب بمجلس نواب الشعب. مروان، نبدا معك. مبادره تشريعيه عفو عام او تقترح عفو عام في قضايا الشيكات دون رصيد، الفكره محموده؟ هو ما نجموش نعرفوا الحقيقه اذا كان محموده والا لا، طالما ما عرفناش نيه التوجه نتاع تنقيح فصل 411. ما نجموش نجيو توا في تقديري على الاقل نقولوا عفى الله عما سلف على خاطر فما تنقيح في الفصل هذا. من ناحيه اخرى الكلام اللي سمعناه الكل حول المساله هذه سمعنا فيه عنوان كبير وهو حفظ حقوق الدائنين. ويظهر لي المسألة الوحيدة في الكلام اللي سمعناه الكل اللي قعدت في مستوى العنوان، لحد الآن مازلنا ما سمعناش يعني تصور عملي لهك اللي من المفروض يستنفع من الشيك هذاك. باهي اللي عطاها شيك سون بروفيزيون وهو في وضع مالي وهو تعب وهو كذا، هو نجموا نتفهموا الوضعية. اي، والسيد الآخر زاد أيضا فاعل اقتصادي وأيضا مواطن وحتى هو عنده حقوق، كيفاش باش نحافظوا عليها الحقوق هذيك؟ والحاجة الأخرى اللي ممكن أعمق من هذا يا ملاك هو أنه راهو مشكل الشيك بدون رصيد واستعمال الشيك في حد ذاته في الاقتصاد التونسي هو مشكل متاع ثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، وهذا المشكل الحقيقي. الشيك ما هو إلا وسيلة متاع دفع ومن بعد تحول إلى وسيلة متاع ضمان واللي هو حاجة غير قانونية بطبيعة الحال، ولكن راهو الاقتصاد التونسي في هالمعاملات هذه
يعاني من أزمة ثقة كبيرة نظرا لطول لطول الإجراءات، نظرا لأنه في عدد من الخلافات التجارية يحسبوها يقول لك باش نحطوا محامي باش يجيني أكثر من اللي باش نربحوا في وسط الحكاية. فبالتالي هذا أزمة الثقة هذه يظهر لي هي المشكل الأساسي اللي يلزم يتحل على مراحل. الشيك بدون رصيد ما هو إلا سمبتوم نتاع مرض أعمق. في الأثناء النواب يقول لك احنا ما نجموش نقعدوا مكتفين يدينا، نخاف ثم باشا ناس متضرة زادة من الحكاية، إلى أن يصلنا هالمشروع القانون نتاع تنقيح الفصل 411 اللي طال الحديث عليه، دونك قاموا بهذه المبادرة خليفة. والله أنا بشوي بشوي بدت نفهم حكاية شيك هاي الحمد لله بدون رصيد، لأني ما كنتش فاهمها كما ينبغي. ما عندكش أنت ما تتعاملش بهم؟ لا مستحيل في حياتي ملكت شيك. أنت ما عندكش كلينيس؟ ما والله ما ملكت. مرتاح حياتي الكل. أوزر. لكن كلهم بدت نفهم، كل دخلت بعضها العملية ولا بالحق. معطيات متضاربة. أنا اليوم نسمع في بسام منيف خبير. معناها رجل على كفاءة. قال الشيكات اللي تسلمت في 23 مثلا 25 مليون معناها معاملة ورقة نقولوا 25 مليون شيك 25 مليون شيك اللي دخلوا مشاكل التقاضي 1.6% صحيح، يعني ما هيش حاجة كبير. قال سي عبد الرزاق حواس بتاع الجمعية التونسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة الصغرى قال أكثر من 2000 تقريبا في السجن. قالت سيدة وزيرة العدل في حدود 400 ولا 430 ولا حاجة كما تفهمش حاجة طوى في الوضع. أنا نقول مربط الفرس باش نعاود نرجع لك نقاش قبيل السيد مروان البنوك، هو مش في حكاية شيكات، حكاية الخطايا على مجال الشيك. إذا ثم عفو مشو عفو على الخطايا، لأنه ثم طرف آخر قاعد يقتات ويعيش من الموضوع. البارح ثم نائبة تقريب سنين مرابط وشارة مكونش غالط تكلمت مع السيدة وزيرة مالية ولا شركات الاستخلاص شنية توا انا عملت شيك وما خلصتوش، البنك تاخو وعاد المنف والمحام والمحكم والجرجان وزيد شركة استخلاص ومشيت بشوي بشوي في تدخلها كان قيم انا اعتبر. القاد تقريب قاد شيك من 3 ملايين ولا 5 ملايين. او يعجبكش زوز ملايين زدناه. اذا نمشوا في العفو معقول فكرة العفو. مش عفو خاطر بريتو اللي عطاه سلعة وما خذاش فلوس وزاد ما نجمش نجي ضده انا. تتمنى الناس كل البرا من الحبس. ما هو نتمنى شخص في الحبس هذه قضية نعتبرها مازالت في القضايا نتاع الشعوب مازالت التالي. اما زاد السيد اللي عطاه سلعه ولا ما خدمات من حقه يخلص. الخطايا هي زايد، الارهاق اللي تولدت، البنك تعيش من الموضوع. يلزم نحب نفهم انا لانه مستواي محدود فهم مواطني. في تو انا عطيت شيك ما خلصش الشيك. انت البنك علاش تاخذ؟ عطيت انت فلوس بلاستو؟ ما هو ما دامك انت مخلي هاك المتسع هذاك، هذاك علاش نحكي على بطء الاجراءات؟ اذا كان انت مخلي المتسع من الوقت هذاك الكل، باش تلقى فيه بنوك، باش تلقى فيه شركه استخلاص، باش تلقى فيه وكلها باش تحاول. انت ما عطاش الفلوس. هي ما شفت انت اذا الحل يلزم لهنا. انت في تشريعك في العمل نتاعك محل فلوس وخذاه هذا ما كانه ما عملش، لا ما تجيش. وكان كثروا من المبادرات مع احترام السيد النواب، لانه تو رزموه معناها وضح قرروا من 1 جان في 24 ما ينطبقش، سينو تو الناس تبدا تصيب في الشيكات او عفو مش عفو، وخلقنا نوع من الحركيه والجري ولا ما ثم شيء. هو ما ثم حتى شيء. ال 411 مازال عند الحكومه تو ماهوش حتى عند مجلس نواب الشعب، يعني متفقين يبقى تماما. هذا نعاود نقول مسؤوليه السيد الرئيس ان اعتقد الحل ولا غاد. يعطي مرسوم ولا قرار ومشروع قانون ولا غيره يحل مشكلة هالخطايا. تتحدث عن مبادرة رئاسية يعني. الجري في القضاء هذا الكل الحقيقة والتحقيقات ومحاكم ورشارشي وعائلات تجري ودولة تصرف على الناس في السجون. هذا يجب أن تخلصه منه. يبقى أنه الدائن والمدين هذه حقوق بين الطرفين. يلا نختم معك رياض. ليه هو بصرف النظر عن الأرقام والتقديرات معناتها واضح اليوم أنه مسألة الفصل 411 ومسألة الشيكات تحظى باهتمام جزء من التونسيين، ومن المؤكد أنه فما جزء من التونسيين بصرف النظر عن التقديرات المتضاربة بين ما هو رسمي وما هو غير رسمي. فما برشا معناتها ضحايا وفما برشا متضررين وفما عائلات معناتها تعاني من المسألة هذه. وأنا الحقيقة موافق برشا سي خليفة، على الأقل كما الدولة تعمل عفو جبائي وكما الدولة تعمل عفو فيما يتعلق بالسيان
بالسي ان اس اس، الدوله من الممكن انه تعمل عفو على الاقل فيما يتعلق بالخطايا، لانه ما فماش عليه 40% تمشي للبنوك وتمشي للقباضه اذا زوز اطراف متفاهمين. الحاجه الاخرى يجب كذلك ان نحدد معناتها الشيء كذا شنو بالضبط في تونس، يعني ترى هو وسيله متاع خلاص ولا وسيله متاع ضمان، يلزمنا نحسموا فيها المساله هذه، وان شاء الله بطبيعه الحال البرلمان يمشي في مساله العفو فيما يتعلق بالخطايا لنكون اكثر معناتها موضوعيه واكثر عقلانيه، لانه ربما كان نمشيو في عفو تام معناتها ربما هنا نخرجوا على السياسات المتبعه من قبل الدوله ومن قبل الحكومه، وربما نتضاربوا من بعد في مشروع والدراسه اللي عملتها وزاره العدل اللي تعمل فيها السلطات المعنيه وندخلوا في مشاكل من نوع اخر. لكن على الأقل كما نقولوا نشدوا العصا من الوسط، العفو يكون فيما يتعلق بالخطايا على الأقل. ضيفنا بعد لحظات باش يكون لطفي العامري مدير وحدة الأعلام بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وفي الجزء الأخير نستقبله معز السوسي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية. فاصل ثم نعود.